إذن أعزائي المشاهدين، طبعا اليوم موضوع الرئيسي بالنسبة يشغل الشارع العراقي والشارع الموصلي للانتخابات. الانتخابات اللي اعتبرها بعض الناس نزيهة، ولكن هي غير نزيهة حسب آراء المواطنين. احنا اليوم طبعا بلا مايك اكو ناس قالوا ترى هاي الانتخابات احنا نطينا اصوات، ولكن الاصوات ضاعت. وين ضاعت ما حد يدري هاي الاصوات. فالشعب الموصلي يعني دا يطالب عن طريق الفضائية الموصلية بإعادة الانتخابات أو بتحويل ملف الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية، لأنه 3 ملايين نسمة يابا خو ما لعبية، تنشاق احنا وياكم 3 ملايين نسمة. ها معقولة مليون ناخب ما أدى بصوته؟ فهذا غير مسموح به. احنا نريد، طالما احنا نريد نبني دولة قانون ومؤسسات، المفروض نسمع كلام المواطن. هاي الدكتاتورية ما نريد احنا. زين انتم مو تقولوا احنا خلصنا من الدكتاتوريه الماضيه، هسه احنا خما دكتاتوريين هسه احنا، يعني لازم نسمع كلام المواطن شو يقول بالنسبه للانتخابات. الانتخابات شو رايك فيها؟ والله كلها تزوير بتزوير، كلها ما حد ما اخذها حقه، اهل الموصل يعني حقهم ما اخذوا كامل، كلها صارت. انتم من تقعدون بالبيت بعد ما اعلنوا النتائج شو تقولون؟ كلها تزوير، ما شغله مو اكيده. لا اي ما اكيده. شو نطالب احنا؟ نطالب يعيدون الانتخابات او لقونا واحد مضبوط شريف يمسك لنا دافع عن الموصل وعن القديمه والله انتخابات كلها لفوها وراحت، يعني كلها زوروها. احنا انتخبنا تا واحد يسوي بلد، تا يمشي امور الناس، تا ناس تشتغل، ناس على باب رزقها. هاي الانتخابات لفوها ورجعوها هم نفسهم القديمين، وماكو اي شيء جديد، اي شيء بالحكومه ما تغير. احنا نريد شيء تغير، احنا نريد نعيش، احنا نريد وظائف، احنا نريد ناس. اكو ناس منتسبين ما رجعوهم، اكو ناس يعني كثير ناس تدمرت، اكو ناس يعني ما عشان الليله ما يلتقاها، احنا قرانا تفلشت، احنا تدمرنا، ما هي شيء. خلي يراعون الناس، خلي يشوفون الدنيا، خلي يشوفون الموصل، الموصل تدمر 3 سنين بالحرب، خلي يشوفونا شويه. انتخابات شلون شفت الانتخابات؟ اخي الانتخابات هذه هي كامله، هي لعبه كامله، زين؟ احنا ما مشمولين بها، احنا رحنا، زين النازحين كم نازح عندنا احنا؟ النازحين كلها ما انتخبت، شنو السبب؟ ليش ما طلعوا لهم بطاقة؟ النازح ليش ما طلعوا له بطاقة؟ احكي لي، يعني معناته اصواتهم انباعت، صحيح كلامي لو مو صحيح؟ النازح انباع الصوت ماله. بعدها شو نسوي؟ ما عدا النازح اللي طلع على الشمال غصب عنه خلوه ينتخب، ما نريد نذكر الاسامي، غصب عنه خلوه ينتخب جهة سياسية معينة. زين؟ ليش؟ زين شو نسوي احنا هسه؟ تزوير لو مو تزوير؟ تحقيق، شو نسوي تحقيق وياهم؟ اخي هاي الانتخابات باطله. شنو رايك بالانتخابات؟ والله الانتخابات ما لها زيها، وبيها تزوير وبيها كثير شغلات اللي صارت، اللي قفلوا صناديق مواكب، واللي عطلوا الاجهزه. فما انتخابات ما لها زيها، خلي يفكرون بهذا الشعب شويه، خلي يفكرون، لا يعيدون الماضي. الماضي نقول عليه راح، خلي يبدون صفحه جديده، خلي العالم تعيش، خلي الناس هاي يفكرون بها، اللي عوائلها جوالقار ما يفكرون صناديق يقفلوها نفس الوجوه اللي هي راح تفضل. زين ليش تاخروا باعلان النتيجه؟ والله بيها تزوير طبعا، ايش قد تتاخر النتائج يصير بيها تزوير. التزوير من صالحهم ما من صالح الشعب. الشعب ايش يريد؟ يريد يعيش. الموصل احسن محافظه بالنسبه للموصل، انتخبت صح ولا لا؟ من ناحيه الامان، من ناحيه الانتخابات، يعني احنا لاحظناها. بس النتيجه وينها؟ وين النتيجه؟ اكو ناس بلغوهم قالهم انتم فايزين، هسه يقولهم انتم ما لكم اصوات، ليش؟ ليش؟ ليش ضموا، ليش ضموا هذول اللي احنا انتخبناهم؟ ليش الموصل من دون الناس ايش يسووا بيها؟ اريد اعرف ليش؟ هو هذا السؤال، ليش؟ ها؟ ليش؟ ليش؟ يعني ما يريدون يخلون، ما يريدون يخلون المدينه تنهض. ما يريدون يخلون اعمار بالمدينه، ما يريدون يخلون لنا صوت بالبرلمان، صح ولا لا؟ هذا القصد، عرفت؟ ولا احنا شنو؟ احنا اكو ناس جت انتخبت من ذاك الجانب، راحت على من الايسر على الايمن، صح ولا لا؟ ها؟ او كان وقتها الامان موجود، امن محافظه كانت محافظه نينوى، صح ولا لا؟ ولا اني غلطان؟ واكبر مدينه شاركت، واكبر مدينه شاركت، تمام لو لا؟ وعندنا كلهم اللي رشحوا كلهم ناس معروفين ومنزهين، والشعب اختاروا،
مو احد اختاره. اذا الانتخابات شنو؟ والله الانتخابات اي نتيجه ما راح تكون، واي اي اي تحد اي تغيير ما راح يصير بهذا الانتخابات. شكرا جزيلا. اذا اعزائي المشاهدين، طبعا هذا وراي الشارع الموصلي. ماكو اي شيء يعني بالنتائج، ولا يعني ما يسوون شيء. احنا انتخبناهم واي، بس هم بكيفهم يخلون يريدون يطلعوه بكيفهم. رايك الاصوات انسرقت؟ ايه باقت الاصوات، باقت. احنا رحنا انتخبنا من ذاك الجانب، رحنا مشي واي، ما ماكو اي شيء يعني. انتم بالبيت انتم قعدتوا من سمعتوا من قاعدين سمعتوا البيان، ايش قلتوا؟ قلنا يا الموصل، احنا من رحنا انتخبنا والموصل كلها طلعت قبت، قلنا نسوي غير موضوع يعني، غير يعني عالم غير يعني. الموصل صحت، راحت هذاك وقت داعش، وهسه العالم تغيرت. احنا نريد نسوي جديد، نريد نسوي عالم يعني، عالم يشوفونا احنا. سمعت النتائج اللي صار بكم؟ والله ضجنا كلتنا يعني، ضجنا احنا كلتنا. انتخبنا واللي نريده انتخبنا، ومعروف هو اللي انتخبنا، بس كلها ماكو اي نتائج يعني سوونا. شو الانتخابات؟ نازيه لو غير نازيه؟ لا غير نازيه. اوكي بارك الله بك. الانتخابات نازيه لو غير نازيه؟ لا غير نازيه. ليش؟ انبعت الاصوات مبينه، ما يحتاج. شلون انبعت الاصوات؟ يعني انبعت الاصوات بالباس الاعلام وبغير شيء، انبعت غير نازيه. اي واحد، اي مواطن اساله، اي واحد يقول له، يقول لك مو نازيه. لان ما راح يسوون شيء، نفسهم هم ما راح يسوون شيء. زين نسكت لو نشتكي احنا؟ نشتكي هو نفسه نشتكي عنده، هو عاي سكت ذمنا يعني، هو عاي يبوقنا نشتكي عنده. شلون يعني نشتكي منكم عليكم؟ شلون يعني؟ لا احنا المحكمه الاتحاديه ما لها علاقه بالموضوع. ما المحكمه الاتحاديه كلها سياسه، كلها مسيسه، ما تحكي ويا منو تقول منو، ما بيها فائده. ما بيها فائده عند الله، بس عند الله نشتكي. اوكي يقول المواطن ما بيها فائده، ولكن احنا بالاعلام لا بيها فائده. مو نزيه. اوكي يقول ما بيها فائده، ولكن احنا بالاعلام نقول لا، احنا عندنا امم متحده، عندنا محكمه اتحاديه، عندنا كل الطرق اهل الموصل نشتكي، والمرشح هو لازم يشتكي. يروح يقول يابا ترى اصواتي اين ذهبت؟ المفوضيه بالاوان الاخيره ما اشتغلت بصوره صحيحه نهائيا ابدا، والانتخابات غير نزيهه ابدا، لان صار غش بالانتخابات ابدا. مثل عندنا هسه عندنا المرشح مالنا علن بديوتي يعني حصل اكثر من 7000 صوت، بالفرز ما طلع له 2000 صوت يعني. الانتخابات كلها كانت غير نزيهه ونهائيا، وكان بوق بالانتخابات نهائيا، واحنا ما احنا راضين ولا قسم منا ما اعطت اصواته لهم نهائيا. انتم كشعب موصلي شو تقولون؟ احنا اول شيء نريد من رئيس الوزراء انه يعاني اهالي الموصل، وخاصه المدينه القديمه هاي بالبدايه الاولى، والموصل تدمرت، والموصل موصل اسلام وبها الانبياء. انت ايش تطلب من المحكمه الاتحاديه كواحد من شعب الموصل بالنسبه للانتخابات؟ نطلب من المحكمة الاتحادية أن تعيد الانتخابات مرة ثانية. شكرا بارك الله فيك. إذا أعزائي المشاهدين، طبعا هذه هي مطالب أهل نينوى، إعادة الانتخابات في سبيل. طبعا أهل الموصل تفاجأوا مفاجأة كبيرة جدا عندما ساروا للاختيار، وعندما تفاجأوا بأن أصواتهم ذهبت في مهب الريح. اليوم بلعها ما أعرف منو، أكو واحد حلقة كبير بلع الأصوات كلها وراحت. فأعزائي المشاهدين، هي هاي مطالب اهل الموصل، اما اعاده الحق لصاحبه. طبعا هذا ما راح يصير، لانه محكمه صار يوميا ودي كتاب وجيب كتاب، ما راح يصير انا متاكد. بس ولكن الشيء اللي يطالبون به الجميع انه اعاده الانتخابات حتى نقدر نعيد المسائل الى نصابها الصحيحه.